على هذه البيسه. البيسه هذه شنو هي هذه المغربيه؟ اها هذه الجبادور. وما شاء الله بلا نضربوا الطنجيه وبلا نضربوا الطنجيه في قاع بارزه هي المعلم. بولي على ولا 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 شد البيس اخي خالد. القهوة جيب لك القهوة. لا هضر لي على هاد البيسة. البيسة هذه شنو هي هاد البيسة؟ مغربية. اها هادي الجبادور وهذاك السروال مخلط بالقفطان وهذا سرو القندريسي. بالحق نسيت البلغة. وما ديك السبر ديالها ماشي ديالي. هذا العزاوة والعزاويات واو واو. نورمالمون نهار بنادم نهار الجمعة تيضرب كسيكسو، حنا اليوم بغينا نكسروا هاد العادة والتقليد. اليوم إن شاء الله بغينا نضربوا الطنجية وبغينا نضربوا الطنجية في قاع بارزة يا المعلم. شوفوا معايا، شوفوا معايا بنت الرماد تتشوط، وشوفوا معايا عرفتي دابا واه عرفتي دوك المليجات الداخل أبغي تلقاهم هشاشة يا المعلم. لا 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 ما تحرقوا ما والو باش نشم. ما لا شي مو باش يتحل دينا له واه خاصك تير خاصك تير هاد اللعيبات. يا صباح الخير عليكم جميعا. جينا اليوم عندنا اليوم واتشر فري يعني اللعبه يوم السبت شويه جوله سياحيه لمدينه ليون. نفطر وهسه راح نصعد هالكنيسه اللي هي فوق على الجبل هناك فوق، واحد يقدر يشوف المدينة كلها منها وقلنا هم نروح ونعلق شموع بس كلش حلوة المدينة. أنا حتى ولا مرة بفكر حتى أزورها يعني الواحد يفكر يجينا ويزورها أو أنا بالنسبة لي، بس فرصة كلش حلوة إني أجينا هنا لعبات العراق هنا. الجو طبعا يخبل، الجو كلش حلو. اي اكو احتمال هاي الكنيسة. اي اعتقد هي هاي الكنيسة صحيح الفوق، رح نصعد لها هسه. اوكي. داخل العيال هنا، هذا شوفوا هاي اللي هنا ما اقدر اقرب لان الكاميرا الامامية ما واحد ما يقدر يقرب منها. بس المنظر رهيب وكلش كلش حلو. انا محمد رفيق هذا الشخص دائما اكو شخص بالرحله هو يكون هيك شيء اريح لي ولطيف يلطف الاجواء، فاحنا عندنا هذا رحله محظوظين عندنا شخص جدا لطيف كلش حلو. منو قال لك يرينا؟ هسه لهذه الكنيسة رح ندخل لها وبعدين رح نصعد لهاي الكنيسة الفوق. هاي واحد لما يصعدها يقدر يشوف المدينة كاملة، بس هسه قلنا احنا جينا هنا خلينا ندخل هذه الكنيسة وقلت اعلق شموع والله مو بس للاطفال، اطفال نساء رجال شيوخ كبار بالعمر فلسطين وبالعراق وبالسودان وباليمن وسوريا وكل بلاد العالم بده يصير وياهم. الله يساعدهم ويساعدنا جميعا. نعلق اول شيء هنا اللي جينا نعلق شموع. خلي اول ما اروح اعلق شمعة وانذر خلي اراويكم نروح نعلق شمعة. لكم معلومة مهمة على فرنسا والمطاعم، سيستم المطاعم هنا فرنسا. بس أول شيء أقعد. فرنسا المطاعم تفتح لفترة الغداء وبعدين تقفل وبعدين ترجع تفتح لفترة العشاء. ففترة الغداء تكون ما بين 12 ثلاثين ثلاثين وربع ماكسيموم، أكثر شيء ثلاثين ونص.
وراها المطاعم كلها الفرنسية يعزلون ويرجعون يفتحون الوجبة العشاء. أكو منهم بالستة وأكو منهم ستة ونص وأكو منهم بالسبعة. هاي الفترة ما بين الستين والستة ما تلاقوا مطاعم مفتوحة في فرنسا، فكلش ضروري حاولون ترتبون يعني وضعكم أموركم على هذا الشيء. بس احنا الجروب مالتنا شفنا هاي المطعم هنا فرنسي كلش حلو يم الكنيسة الأولى، فقررنا أني وأخو صديقتي نقعد بيه، بس الباقيين ما رادوا يقعدون لأن هم تريقوا بالفندق. المشكلة تغيب بالفندق مو كل الصحي، فما أقدر في يوم أكلة، فبس أخذت فاكهة فقررنا سنقعد هنا حتى نقدر نتغدى وبعدين نصعد للكنيسة. فإذا تجون الفرنسا بس فكروا بهذا الشيء، إن المطاعم اللي حتكون متوفرة بهاي الساعات ما بين الغداء والعشاء تكون من مطاعم سياحية، فاست فود تكون مفتوحة، بس مطعم تاكلون أكل صحي أو أكل فرنسي أكل محلي، وهذا الشيء واحد يريد يأكل لما يجي فرنسا، فما يقعد يأكل عن غير أنها مطاعم داعمة هي مو صحية، ويعني واحد مسافر بلد لبلد غير يعني يتذوق أكلهم المحلي، يعني هي تجربة السفر مو بس واحد مثلا يشوف أماكن، هو جزء كبير من ثقافة البلد الأكل يعكس هذا الشيء، وواحد هم يريد يستمتع بأكلهم ويشوف شنو نوعية الأكلات طيبة. أحلى شيء فرنسا هاي القعدات الخارجية، فاستغلوها، بس لا تنسون 12-30 كغدا. فرغة الساحة هسه مو لين ظهر، الدنيا ظهر هسه مال قيلولة. هاي هسه راح نصعد للكنيسة. طبعا طلعنا راكبين القطار الغلط لانه اكو هي الصعدة بها قطارين، فرحنا سألنا وحدة عامل تشتغل وشفنا هواي ناس قلنا اكيد هو هذا، قلنا هو هاي الكثيرة دا ناكش، هنتقول نو نو نو، وجت ومشتنا للقطار. قلت الله شقد حبة ودت تمشينا، غير معاملة زينة فرنسيين معقولة. فركبنا فشف واقفين شفنا جروب عراقيين،